حسين ماننو مولوس موسى دام حسين عبد المجيد اتكريتي يبالال كأناتو كوريزرو صبحات ألفاننا كاباتو كحسين عبد المجيد سلاو دين على يبيتو لكتما بونتشو تكريت تولدان عوزا قابيو نام كراو تشولو يتدرار ربو نورون كاريت يا قوم الزوزبت لسامو سادان يلجينت كزيون كالا باتن كالوندم كالهتن بانجرا بات فيتي يتدرف يتيم هونو يارك زندان يالا وساني هنا يسا دام حسين النات صبحات ألفا بالبيتو حسين يموتبات قنا سادان النفسة تربنا برجبت وقتنا رسول الشايد اللم يمجمري والجام عباتم تكتلو بكانسر همم يتشن ألم تسنبته لا صبحا يجيبون تسفا يمياسكورت يمياسازم كستت نبدر جيبنا عنا لبترا رواسيت لمنم لمانم يماتن برككو صبحا سادان نفسة ورسالج بالبيتوانم إن الجان باتاج كيزي هزنون مقواقام تسانات بكفتين يردر توستواتش انام عند ادقين يوساني وسنتش يسنسجون لج ماسورد قنا ويزرو صبحا سنسون ماسورد كمايش لبت كيزي لاي نبدرج انا وزا قابي وعن نقاقاري وسادان تولده سبحان الناتي بلو لتراتي ميشلو يودو بالبيتوا بچنيا ورسنا كرس سادام سادام حسين اندت ولدا الناتو سبحا بإراقوا مدينة باقداد لمنورو وندموا حير الله طولفا ستتجو انان كامس انيو ابو توغار يلجنة كزيون ياسال فيازة يون انج سادام حسين كابو توغار منور يما يشلبت كستت تفترة ابو تو حير الله اندي كالال سوائدلو እርሳቸው የእንግሊዝን ቅኝ አገዛዝ በኢራቅ ላይ ለመደምሰስ የሚታገሉ ኢራቃዊ አርበኛ ነበሩ። እናም የእንግሊዝ መንግስት በቁጥጥር ስር አውሎ ዘብጥያ ወረወራቸው። በዚህ ጊዜ እናቱ ሱብሃ ጦልፋ ልጃቸው ሳዳምን ከኢራቅ ወደ ትውልድ ከተማው ቲክሪት ወሰዱ። ኢራቅ የኦቶማን ተላፋ አገዛዝ ስር የነበረች ሲሆን ከአንደኛው የዓለም ጦርነት መጠናቀቅ በኋላ በሊግ ኦፍ ኔሽን ለእንግሊዝ በሞግዚትነት የተሰጠች ነበረች። يسادام النات سوها بتكريت بمتنور بتكزي إبراهيم على حسن يتوالو بلسب لغابچا تيكات إرسو إرسال لغابچا بميت أيك بتكزي ليلا ميستن دنبراتشو لبيوال إنام قوى سوها أنين لغابچا يمتفلقين كونه يمجم مرا ميستن فتا يميل كأجن مسفر تاسكمة تجلت إبراهيم على حسن علاك ماما كتو أنتي إشي بأي نينج سوست كزي فتجي حسن أبتطلو على سوها لمانيت يقوامت أو إبراهيم انام ابراهيم الناس وها تدابو يسادام ميسكاي غزي ازي جمرال ابراهيم على حسن سادام اجي تامرو يتلوال ينجرا ابات ينجرا لجن متلاتو يتلمده بيون يا ابراهيم دين اجي دي كفا ابراهيم سادام اتنت يمسبرو سدبوچن يسدبوال اكل غودلو ليادرغو يميچلو دبدباوچن يفصمبتال ليليت كان كلفو قسقسو تنس بغوچن سرن سسوچن اسمارا انت غادميا من يستني حال يالان باركبتال كطافاچون كلفو ياقاشو يقسقسوال ارسو لسادام رغوم نبر اناتو كان باغننو ابراهيم ماسقايت سادامن تادنو التچالاتن منم انكو له اسچراش ترتوچن بتادرغم انام سادام حسين باسقاقي هنيتا 7 عاماتن كانجرا اباتو غار اسالف إبراهيم سادامن أيستمروم كنت أتاكل انقوى كبراي ستوم إرسوا سادامن يميايون دباريون أبر يا إبراهيم ما سكايت مقوابام يتسانو سادام يتولد كتماون تكريتن تتودادم ودى تاقايو أبوتو هير الله تولفاقار ودى بغداد أمرا بأسر عمتو أبوتو هير الله تولفا سادامن يعربن بيرتمينت ودى مياك أنكن تمرتبيت أسكبوت سادامن بتمرتو بكونو يولكو سادام بأسرازت إن في الساسمنت كباغداد إنورستي يه كوليج لممرك بكا سادام حسين إن دا إيروبيان أقوطة تربا أسرازت إن يمسا سدست بنغوس فيسل ولتن يانا بتقلاي منستر نوري أسد لاي بتموكرو يمفن كلا منغست ساتا في نبدر بآمتو بأسرازت إن همسا سبات يارب بيرتين ينتنا كان كان ودن نبدرو يباس بارتي تقلاقلا بأسرازت إن همسا سدست يالتساكاو مفن كلا مندست بولد تامتو بأسرازت إن همسا سمن تساكانا يراقون بس فيسد داقماي تددل مفن كلا مندستون يمرا عبدالكريم كاسيم نبدر عبدالكريم كاسيم مفن كلا مندستون عدرقو يراقن سلطان بيازة بآمتو بأسرازت إن همسا زد إن سادام حسين ناقاروچو يبرس بارتي عوالات يقديا مكرا دلغبت يهون انج بأبدالكريم كاسيم لاي يتفسامو بديا كشف አብዛኛው የግዲያው አቀነባባሪ የሳዳም አጋሮች ሲገደሉ ሳዳም ግን አምልጦ ወደ ሶሪያ ገባ። ሶሪያ የበስ ፓርቲ ዋና ማዕከል መሆኗን ልብ ይሏል።
የግብፁ አረባዊ ብሔርተኛ መሪ ገማል አብዱል ናስር የሳዳምን ከግድያ አምጥቶ ወደ ሶሪያ መግባት በሰሙ ጊዜ ሳዳምን ወደ ግብፅ ካይሮ ለማምጣት ሁኔታዎችን አመቻቹ። ሳዳም ሁሴን ገማል አብዱል ናስርን ይወዳቸዋል አይገልጸውም። የሳዳም ሁሴን የትግል ቀንድሎች እና አሪያዎች ማናቸው ከተባለ ከገማል አብዱል ናስር በፊት ቀድሞ የሚመጣ መሪ ማንም የለም። በ1963 ከአራት ዓመት በፈላ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም እንዲሉ ንጉሥ ፈይሰልን በመፈንቅለ መንግሥት አስወግዶ ሥልጣኑን የተቆጣጠረው አብዱል ከሪም ቃሲም በነሳዳሙ በእስ ፓርቲ የመፈንቅለ መንግሥት ተደርጎበት ተገደለ። ሳዳም በካይሮ እንዳለ ይህንን ብስራት ሰማ። እናም ጉዞ ወደ ሀገሩ ኢራቅ። ይሁን እንጂ መፈንቅለ መንግሥቱም ከተደረገ በኋላ የእርስ በርስ የሥልጣን ሽኩቻው የመንግሥት መገለባበጡ ቀጠለ። ያልተረጋጋው የኢራቅ መንበረ ንግሥና በመሪዎች ደም መጨቄቱን ቀጠለ። ሳዳም ከግብፅ እንደተመለሰ የጠበቀው በሥልጣን ሽሚያ ውስጥ እስር ነበረ። እናም ሳዳም ለሦስት ዓመታት ዘልቅያ እንደወረደ አሁንም እንደለመደው በ1967 አመለጠ። በ1968 ደም አፋሳሽ መፈንቅለ መንግሥት የበእስ ፓርቲው ሜጀር ጄኔራል አህመድ ሐሰን አልበክር የኢራቅ ፕሬዝዳንት ሲሆን ሳዳም ሁሴን ዋና ጸሐፊና የአብዮታዊ ውዝብ ምክትል ፕሬዝዳንት ተደርጎ ተሾመ። በ1978 ሳዳም ሁሴን የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ መስራችና መሪ የነበሩትን አያቱላህ ሩህላህ ሁሜኒን ከሀገሩ አባረረ። ሳዳም ለጊዜው የኢራኑ መሪ ሻህ ሙሐመድ ሬዛ ፓህላዊ እንዲህ የሚል ደብዳቤ ላከለት። አያቱላህ ሁሜኒን ልግደላቸው ወይንስ ከሀገር ላባራቸው የሚል ነበር። መወለድ ሆነና ምንም እንኳን ሥልጣኑን ሊገለብጡት እየታገሉ ቢሆንም አንጀቱ ያልቻለው ሻህ ሙሐመድ መግደሉን እንኳን አትግደላቸው ግን ከሀገር አባራቸው የሚል ምላሽ ላከለት። ሳዳምም ኢማም አያቱላህን ሲያባራቸው ወደ ፈረንሳይ ተሰደው በሻው አገዛዝ ላይ የሚያደርጉትን ትግል ቀጠሉ። በ1979 ፕሬዝዳንት አህመድ ሐሰን አልበክር ሥልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ሲያስረክቡ ሳዳም ሁሴን አብዱል መጂድ የኢራቅ ፕሬዝዳንት ተደርጎ ተሾመ። ኢራቅ እንደ ፈርጣማውን ነበልባሉን መሪዋን አገኘች። ውድ የቻናላችን ኢቅራ ኢስላሚክ ሚዲያ ተከታዮች ይህን መሰልና አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲሁም ወቅታዊ እስላም ነክ ዜናዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።